يوجد مشروع لتسيير الصحافة في الجزائر بهذه العبارة، رد وزير الاتصال حميد جرين على تساؤلات الصحفيين خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم بمقر ولاية تلمسان في ختام الزيارة التي قادته لعاصمة الزيانيين. وزير الاتصال نفى نفيا قاطعا وجود أي توتر بين الصحافة والحكومة، معتبرا أن كل ما يتعلق بأخلاقية المهنة يؤول حتما إلى مجلس أخلاقية المهنة الذي سيتشكل بالانتخاب من صحفيين محترفين من القطاعين الخاص والعام. أنا بصراحة مش متوتر. امبارح عند المشاهد سألوني هل كان تسيير مشروع تسيير الصحافة؟ قلت لهم لا، ما كان أي مشروع تسيير الصحافة. شفت المهنة، أخلاقية المهنة تمر بمراحل تسييرها بفضل مجلس الأخلاقيات. ورحب جرين بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية، مشيرا إلى أن الحكومة على استعداد للقبول بأي زيارة من هذه المنظمات التي تعنى بشؤون الصحافة وحرية التعبير. طلبت من هذو اللي زواجي يتكلم عليهم، طلبت منهم كم يقدروا يجوا الجزائر، ما يديروش يعني غير ثقة في الكورسبوندون تاع الحكومة، ربما عندهم أبعاد أخرى، لا هما اللي يجوا لنا ويشوفوا. يديروا تحقيق يشوفوا بلا راه كاين حرية التعبير، يعني ما عندهاش يعني مثال في البلدان الأخرى. وكان وزير الاتصال قد أشرف على تدشين جهاز البث الرقمي للتلفزيون الأرضي بجبل الناظور لبلدية ترني، ما يسمح بالوصول إلى تغطية تقدر بنحو 75%، على أن ترتفع هذه النسبة إلى 95% بحلول سنة 2017. كما عاين مختلف أقسام إذاعة تلمسان المحلية التي قال بشأنها أنها مفتوحة الأبواب للمجتمع للتعبير عن آرائه، نافيا وجود أي تعليمات تحد من مشاركة المواطنين وطرح انشغالاتهم وآرائهم. أنا في رأيي بصفة نظرية تلعب دورها. أنت كنت قلت لي لا راه الميكرو مغلوق إلى في يعني لبعض الفئات، هذه مش كما يقولوا توجيه تاعنا، لا إرادة تاعنا. نقول لك بصراحة الميكرو مفتوح لكل جزائري، مهما تكون يعني الانتماء السياسي. وكانت الزيارة فرصة لإعطاء إشارة انطلاق نظام تبادل البرامج عن طريق الأقمار الصناعية، ما يمكن إذاعة تلمسان من تبادل البرامج مع كافة الإذاعات المحلية فضلا عن 22 إذاعة عربية.